أنظمة مراقبة. Das hat damit zu tun, dass du... على مدى اليومين الماضيين امبارح واليوم عمليا تم مناقشة البرنامج اللي انوضع، ومن خلال الموضوعات المحددة عمليا تم تحليل تجربة سوريا الدستورية، تم تحليل النظام القائم في سوريا وخاصة خلال فترة ما يسمى حزب البعث من 1963 وحتى اليوم من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يعني إذا أخذنا الحريات العامة كيف جاءت في الدستور، كيف مورست في أرض الواقع، كيف تم القمع، وبالتالي ماذا نحتاج لبناء سوريا الجديدة. مجرد هذا الحوار هو له أهمية كبرى في سوريا، لأنه نحن يعني نعيش حالة جوع حقيقي بالنسبة للمسائل الدستورية والثقافة الدستورية. في سوريا ليست هناك ثقافة دستورية، كانت هذه المسألة مغيبة، مقصود تغييبها. حتى الثقافة القانونية بشكل عام بالمجمل هي مغيبة في سوريا. أعتقد هذا مهم جدا أن عندنا الهوا سوري عن الموضوع، عن كل المفاوضات في جنيف، لكن خصوصا كمان عن اللجنة الدستورية. هذا يعني المهم، العملية الدستورية ليس النتيجة الآن، ولازم أن عندنا المناقشات ومحادثات عن كل التفاصيل الدستورية في مستوى أكاديمي كمان، ليس فقط سياسي إيديولوجية، وهذا مهم جدا. وأنا سمعت كثير عن هذه مفاوضات أو مناقشات بين السوريين، ويوم في برلين هذا كان كثير مهم وأكاديمي بين السوريين، وأنا مبسوط أن أنا سمعت كثير من الأسئلة جيدة جدا. وأنا يعني يغيت أن عندنا هذه المناقشات في جنيف نفسه، ونتمنى أن سوف يكون عندنا هذه المناقشات في جنيف يوماً.